ورجعنا من الفاصل وخلصنا مع بعض الكيكات، الكيكة الرواني، وكمان عملنا كيكة النسكافيه اللي حطينا عليها الصوصات الحلوة، وكمان الجلاش المقرمش اللطيف. طيب هنسكت على كده ولا هنكمل وهنعيش بصحة وأمان وهنخس وهنلبس اللي احنا عايزينه وهنصيف ونروح الساحل؟ ها الساحل يا دكتور. داخلين على الساحل بقى والحاجات الحلوه دي. طيب تعالوا نشوف معانا دكتوره مي النهارده، منورانا ومشرفونا، جايبه لنا عروض حلوه جدا وجايبه لنا حاجات فعلا نقدر نحافظ على صحتنا وناكل كل اللي احنا عايزينه من غير ما نحس. حلو ده، ذيك الزعمله، كل احنا عايزينه. ايه الحاجات الحلوه دي؟ خليني اقول لك على حاجه بقى قبل ما نبدا، انا بعشق الكيكس بجد. كل انواع الكيكس انا بحبها جدا جدا لا جدا. والنسكافيه بقى انا عارفه ان انت دايما بتاخدي زي كده لازم المج النسكافيه بتاعك وانت جايه كده بالظبط، فده بيليق جدا. تخيلي بقى حته كيك كده مع كوبايه النسكافيه، او الناس بقى اللي بتحب الشاي بلبن فده بالنسبه لناس معينه كده ادمان، حاجه تحفه بتظبط احلى صباح في الدنيا بالظبط. فاحنا بالتالي النهارده زوزو عامله لنا حاجات حلوه قوي قوي وحاجات كل الناس تقريبا بتحبها، فاحنا عايزين نتكلم على نقطه مهمه، فكره ان لو حد محتاج ينزل وزنه حتى لو وزنه 150 كيلو، انا النهارده مش هحرمه من الاكل اللي بيحبه، من اي انواع اكل بيحبها، سواء حلويات، اي كيك مثلا، اي بعض النشويات، الحاجات المقليه زي البطاطس والبانيه والحاجات الحلوه اللي الناس كلها بتحبها دي. حتى لو وزنك معدي ال 100 كيلو، لو معدي ال 150 كيلو محتاج تنزل وزن كبير قوي، انا النهارده هقول لك هتقدر تنزل وزنك من غير دايت، من غير حرمان، من غير ورقه الرجيم اللي دمها تقيل، من غير ما تكون ملزم ان انت تلعب رياضه لو مش قادر او لو ما عندكش وقت. حلو. طيب ازاي هنقدر نعمل الحاجات الحلوه دي كلها وفي وقت قليل ومن غير مجهود ومن غير دايت ومن غير رياضه، وفي نفس الوقت هتخسسيني 30 40 50 كيلو من غير اعراض جانبيه وانا قاعد في مكاني على الكنبه في البيت؟ ازاي هقدر احقق المعادله الصعبه دي في وقت قليل وبكورس مصرح من وزارة الصحة من خلال البوكس بتاعنا النهاردة يا شيف عزة؟ الكورس بتاعنا النهاردة قادر ان هو ينزلك في الشهر الواحد مش اقل من 15 كيلو. حلو ده كده مبدئيا، يبقى انا النهاردة في الشهر الواحد هنزلك 15 كيلو، هشتغل معاك على اكتر من 28 وظيفة في الكورس بتاعي، من ضمنهم ان انا هقفل الشهية لمدة 48 ساعة، يعني هقفل لك الشهية لمدة يومين، يعني هتلاقي اكلك تلقائي قل، انا هاكل كل حاجه، هاكل كل انواع الاكل، لكن في نفس الوقت كمان انا هقلل لك الكميه اللي انت بتاكلها بالكبسول اللي موجود معايا النهارده، هرفع لك معدل حرق الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي، هكسر لك الخلايا الدهنيه الصعبه والخليه الدهنيه الام اللي بتكون لك دهون على مدار سنين طويله، هبدا ان انا اعمل لك نحت للجسم وانزل لك كل الاماكن اللي فيها دفوهات في الجسم، كمان هعمل لك تثبيت، وكمان هعمل لك تكميم للمعده طبيعي. كل ده النهارده جوه بوكس وحش التخسيس اللي احنا نازلين بيه في برنامج شيف عز. حلو قوي يا دكتور، يعني احنا زي ما احنا بنقول هنخس من غير ما نحس. ده ليه؟ لان احنا معانا الكبسوله الذكيه اللي احنا هنستخدمها دي او هناخدها كل يوم الصبح، هي اللي هتخلينا ناكل بكميات قليله جدا، بس في نفس الوقت هناكل مش هنحرم نفسنا. فكره الحرمان دي اول حاجه انا بحلها معاكم، موضوع ان انا اعمل دايت، ان انا احرم نفسي من الاكل، ان انا امشي على مثلا شويه خضروات، شويه فواكه فقط، بضايع حته جبنه قريش والكلام ده انتهى، دي مدرسه قديمه. انا النهارده هاكلك كل انواع الاكل، كل اللي نفسنا فيه، من غير حرمان، من غير ضغط نفسي، من غير ما اضايق نفسي ان انا باكل حاجات معينه وحارم نفسي من بقيه الاكل اللي بحبه، لا انا هاكلك كل يوم انواع الاكل اللي انت بتحبها عادي جدا وهتحلي، بس هقول لك كل كميات بسيطه. طب انا مش بقدر ان انا اكل كميات بسيطه، عايز حاجه تساعدني. انا النهارده هديك كبسوله اول حاجه تشتغل لك عليها ان هي تقفل لك الشهيه بعشبه الاناسيليوم والمانجو الافريقي اللي موجوده جوه الكبسوله، هتبدا ان هي اول حاجه تعملها لك هتقفل الشهيه، هتعمل لك للمعده تكميم طبيعي. يعني ايه تكميم طبيعي؟ يعني هتاخد معاك حيز كبير جوه المعده، هتملى لك 80% من المعده، هيتبقى لك 20% فاضيين، هقول لك كل فيهم كل انواع الاكل اللي انت عايزه، وانا هحرق لك كمان الدهون اللي داخله الجسم الزياده. حلوه قوي. دي اول حاجه، وهرفع معاك معدل حرق الجسم. طب الكورس بتاعي النهارده او بوكس وحش التخسيس ده اللي بينزلني في الشهر 15 كيلو مكون من ايه بقى؟ حاطه لك بقى النهارده جوه البوكس مجموعه منتجات كلها كده مختلفه، وعامله لك ايه مجموعه او كومبو كده حلو قوي يبقى بروتوكول علاجي في نفس الوقت مع التخسيس. الكورس مكون من ايه؟ زي ما انت لسه قايله دلوقتي، الكبسوله الذكيه دي علبه كبسولات 30 كبسوله، ده هتكفيني شهر كامل، ده الاساس بتاعي. طيب حميش. تاني حاجه معانا النهارده النقط اللي بترفع معاك معدل حرق الجسم لا غنى عنها، لازم تكون موجوده معايا جوه الكورس. تاني حاجه بقى الكريم،
كريم النحات. ثالث حاجه كبسول ونقط وكريم النحات او كريم جزيئات الذهب موجود معانا النهارده. واخر حاجتين انا حطاهم النهارده هديه جوه الكورس، المالتي فيتامين علبه كبسولات فيتامين النهارده هتظبط لك الشعر والضوافر والمناعه، والسكر الدايت علشان الحلويات الحلوه اللي زوزو عملها لنا النهارده. حلو قوي، معانا اسماء ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي، معاكي الدكتور، عايزه سؤال. ازيك، عامله ايه يا اسماء؟ بخير الحمد لله. اتفضلي دكتور. هو انا عندي استشاره كده، انا عندي بنتين توأم. تمام. عندك بنتين توأم؟ عندهم 15 سنه. تمام. بس هم عندهم سمنه وراثيه، يعني عندهم يعني زي ما تقولي جسمهم مش مناسب لسنهم خالص. يعني الوزن قد ايه طيب؟ يعني وزنهم في حدود قد يعني ايه؟ يعني دلوقتي الواحده منهم 75. يعني طبعاً. 75 داخلين يعني على 80 كده، يعني اتنين قريبين من بعض. انا خايفه يعني ان احنا مثلا ابدا معاهم في من دلوقتي الكورس، ينفع ولا 15 سنه كمان؟ عندهم 15 سنه صح؟ طيب احنا قلنا ان هم عندهم سمنه وراثيه، هل في شهيه عاليه يعني بياكلوا بكميات كتيره ولا لا؟ جدا جدا كمان. طيب مفيش مشكله، سؤالك بقى هل انا اقدر ابدا من دلوقتي ولا في مشكله ان انا ابدا بدري كده مع السن الصغير ده؟ لا، هو مفيش مشكله، هو ده الصح ان احنا نبدا من بدري نعالج اي مشكله موجوده. موضوع السمن او الوزن الزياده، لما الاقي ابني او بنتي عنده وزن زياده ده بيكون وعي منكم انتم من الاب والام ان انا ابدا ان انا الحق عيالي من دلوقتي، البنت الابن لو في وزن زياده ابدا ان انا اشتغل عليه. والكورس بتاعنا النهارده مصرح من وزاره الصحه ومناسب من سن البلوغ، يعني من 12 13 14 سنه يقدر ياخد الكورس بكل امان. فهنعمل دلوقتي ايه؟ هتكلمي الارقام اللي موجوده على الشاشه، اسالي النهارده على بوكس وحش التخسيس، اسالي على مكونات الكورس، قولي لهم الوزن والسن والحاله الصحيه، اماكن تجمعات الدهون، قولي لهم كمان على موضوع السمنه الوراثيه. والموضوع ده بالذات يا شيف عزه لا يتعارض مع الكورس، يعني لو حد عنده سمنه وراثيه هو وراثيا اصلا واخد ده عن العيله، موضوع زياده الوزن ده حاجه غصبا عنه، ده برده حل موجود النهارده. طب يا دكتور عشان اسماء تعرف تطلب وبقيه الناس، طبعا معانا ارقام التواصل على الشاشه وكمان معانا الصفحه بتاعتنا على الشاشه عشان تقدروا تتواصلوا من خلالها او من خلال الارقام اللي موجوده. يبقى احنا كده هنكلم الارقام. لو لقينا في ضغط مثلا مكالمات او مش عارفين نوصل للفريق الطبي عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، ابعتي رساله على الواتساب قولي النهارده كلمه السر بوكس وحش التخسيس او الكورس بتاع مي او الكورس بتاع برنامج ماما في المطبخ او شيف عزه، في اكتر من حاجه ممكن تقوليها عشان تسالي على الكورس، او ابعتي رساله على الصفحه بتاعتنا عشان توصلي للعرض تقدري تقولي اي حاجه من دول. بالظبط. طيب احنا قلنا الكورس بتاعنا النهارده فيه منتجات كتيره مختلفه. قلنا الكبسول موجود، النقط موجوده، كريم النحات اللي بيطلب بالاسم جوه الكورس، المالتي فيتامين المناسب للشعر والبشره والضوافر والمناعه وفيتامينات الجسم، كل الحاجات دي حطها لك النهارده في علبه فيتامين نازله هديه على العرض. حلو. وانا داخله بقى لما عرفت ان شيف عزه عامله لنا النهارده يعتبر حلويات، حاجات فيها سكريات. فانا النهارده لو عايز اخد كورس تخسيس وانزل وزني في الشهر 15 كيلو وفي نفس الوقت عايز اكل سكريات من غير ما ادخل جسمي سعرات حراريه كتير، اعمل ايه؟ النهارده حاطين سكر دايت كمان هديه على الكورس. حلو قوي، نقدر نشيل السكر العادي ونحط السكر الدايت. بالظبط، ينفع نستخدمه جوه الكيكس او الحلويات وممكن يخش معايا الفرن عادي جدا جدا مناسب للحراره. طيب احنا معانا صور قبل وبعد، عايزين نروح نشوفها مع بعض ونشوف الدكتور هتعلق لنا عليها تقول لنا ايه. بصي بقى هنا، طبعا هي سنها صغنون، دي سلمى 29 سنة، سنها صغير جدا، لو شفناها في الحقيقة قبل ما تخس لا، يعني سنك مثلا معدي 50 سنة بسبب زيادة الوزن، بسبب شكل الجسم الشيب كله كان فيه مشكلة، طبعا الأرداف، الصدر، الدراعات، الكرش، الجناب، الجسم كله يا شيف عزة كان أوفر ويت. كانت 120 كيلو، نزلت معانا هنا لحد 78 كيلو، نزول رهيب، شكل الجسم كله اختلف تماما، حتى ستايل اللبس بقت تلبس اللبس المناسب لسنها العادي الطبيعي البسيط، شكل الجسم اتنحت معانا، الدراعات نزلت، مفيش بطن، مفيش جناب، مفيش ارداف، مفيش الكرش اللي كان عامل لها ازمه، كل ده بيتحسن معاك في خلال شهر شهرين ثلاثه بالكتير، بتكون مغير حياتك، بتكون مغير المقاسات بتاعتك وشكلك، الميزان بتاعك، كل ده بيتغير معاك في وقت قليل ومتابعه فريق طبي كامل بيتابعك لحد ما توصل للوزن اللي انت بتتمناه.
يبقى احنا كده الكورس بتاعنا النهارده عشان نقدر نحصل عليه كلموا الارقام اللي موجوده على الشاشه، اسالوا على بوكس وحش التخسيس. معانا صوره تانية يا دكتور؟ اه برده هنا بنتكلم على سن صغير 20 سنه، كان طبعا شكل الجسم كله مليان، الكرش، الدراعات، الصدر، الجناب، بنتكلم هنا في سن صغير يقدر يغير حياته. هنا نزل معانا في خلال شهر واحد يا شيف عزه، شهر واحد نزل 18 كيلو. لو هنبص على الناحية التانية هتلاقي البطن نزلت خالص، الكرش اللي كان بارز، الجناب، الصدر، الدراعات، شكل الجسم اتغير تماما. هو هنا سنه 20 مكتوب على التورته بتاعته وهناك يعني تحس ان هو لا هنا سنه كان 40 مثلا بالظبط، فهو نزل فهو كده سنه الحقيقي شكل بقى. الجسم بيخلي الشكل العام كمان ليك مختلف. مختلف مختلف وبيأثر معاك على الحالة النفسية والحالة الصحية، وبالتالي كمان بيأثر معانا على ستايل اللبس. فانت لما ترجع وزنك للوزن الطبيعي بتاعه شكل الجسم بيرجع معاك للشكل الطبيعي، بنعمل نحت الجسم، انا بغير لك حياتك كلها. النهارده الكورس بتاعنا بالضمان، انت بتلاقي نتيجه من اول اسبوع معاك، والنهارده فريق طبي كامل هيتابع معاك لحد ما توصل للوزن المثالي. هنتابعك من اول يوم هتاخد فيه الكبسوله لحد ما توصل للوزن اللي انت بتتمناه، شكل الجسم اللي انا عايزه، وبغيرك في الشهر الواحد مقاسين، يعني لو مثلا 2 اكس لارج هتنزل مثلا للارج لميديا. في خلال شهر شهرين بالكتير بتنزل مش اقل من 30 كيلو. الكورس بتاعنا النهارده بيكفي معاك شهر، بينزلك 15 كيلو. طب انا لو عايز بقى اخد كورس كبير او عرض يكفيني مده طويله يا شيف عزه، النهارده احنا عاملين كورس كامل كبير 3 شهور، عباره عن ايه بقى؟ لو خدت النهارده كورسين من وحش التخسيس، يعني خدت شهر وشهر كمان معاه، احنا بنديك الشهر الثالث هديه مجانيه من الشركه. يعني انا كده النهارده اول شهر انا عامله لكم عليه خصم 50%، يعني هدفع نص يعني تمن نص السعر، نص الثمن بالظبط. ده لو خدت كورس واحد، لو خدت كورس واحد هديك النهارده عليه خصم 50%. طب لو خدت كورسين مع بعض هديك عليهم الشهر الثالث مجانا. الناس اللي عندها بقى افراح، خطوبات، مناسبات، اعياد، الصيف والمصايف والساحل والحاجات الحلوه دي، في حته ان احنا نلبس حاجه سواريه واحنا عندنا مناطق معينه مليانه البطن. البطن انا رجاله وستات بيشتكوا لي من منطقه البطن. البطن بالجناب، الجزء بتاع الحزام ده كده كله بيكون ازمه عند السيدات وعند الرجاله وعند كمان السن الصغير عند الاطفال والسن الصغير ده كله. فاحنا النهارده بنديك كورس امن مصرح من وزاره الصحه، هيقفل لك الشهيه لو انت بتحب الاكل قوي، هيرفع معاك معدل حرق الجسم، اماكن تجمعات الدهون هتبدا تنزل معاك وهتلاحظ فرق من اول اسبوع، والمتابعه الطبيه الكامله، وفريق طبي هيتابعك لحد ما تخلص الكورس بتاعك. حلو قوي. طب يا دكتور عايزين نقول الكورس تاني كامل، يلا بينا، عشان برضو اللي ما سمعناش يسمعنا ويعرف ايه اللي موجود جوه الكورس. اوكي، الكورس بتاعنا النهارده بوكس وحش التخسيس مكون معايا من ايه؟ النهارده في كده فرايتي جوه الكورس بتاعنا، منتجات مختلفه كتيره، من ضمنها الكبسولات الاساسيه بتاعتي، الكبسوله المزدوجه. تاني حاجه معانا نقط تعليه معدل حرق الجسم، دي بديل عن ان انت كانك لعبت 4 ساعات مثلا رياضه، من ساعتين لاربع ساعات رياضه بالنقط اللي معانا النهارده. بالكريم كمان النحات موجود معايا النهارده، لو عندنا سيليولايت، كرمشه في الجلد، خطوط لونها ابيض احمر موجوده معانا، السكر الدايت نازل معايا هديه، والمالتي فيتامين كمان نازل معانا النهارده هديه. حلو قوي. احنا معانا تليفون، معانا استاذ سمير. الو. الو، ازي حضرتك يا شيف؟ ازيك، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ صباحكم كله رزق ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عاملين ايه؟ الحمد لله. معاك الدكتور اهو. ماشي، اتفضل. طيب ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. انا بقى كنت يعني بس اسال حضرتك، انا عايز طبعا اخد الكورس وكل حاجه، بس انا كنت عايز اسال حضرتك هل الكورس ده هيأثر على التركيز؟ لان انا شغلي كله يعتبر يأثر على ايه؟ وكده يأثر على ايه؟ هيأثر على التركيز ولا لا؟ التركيز. طيب احنا عندنا كام سنة؟ 43. طيب مفيش أي مشكلة. الوزن قد إيه بقى؟ الوزن دلوقتي يعني تقريباً 97. طيب أوكي، خلاص. اسمعني دلوقتي، وبرده عشان نتكلم بشكل ايه في استفاده اكتر، او نتكلم مع حد ويرد عليا برده بشكل اسرع، كلم الارقام الموجوده على الشاشه. سؤال حلو. اي موضوع بقى هيأثر معايا على التركيز؟ دايما بيبقى عندنا مخاوف ان احنا نخش في حته ان احنا نخس او نبدا في كورس او نتابع مع دكتور، ان احنا نبقى قلقانين ليبقى في يعني اثار جانبيه مثلا. موضوع التركيز ده من ضمن الاعراض الجانبيه اللي الناس بتكون خايفه منه، لان كمان بيجي لي ناس او سن صغير مثلا في الثانويه العامه، في المدرسه، في الجامعه، وقت امتحانات، تركيز عايز ياخد الكورس، فقلقان هيبقى فيها ايه؟ ان ممكن ياثر معايا على التركيز. بل بالعكس، مبدئيا الكورس النهارده مدعم بفيتامينات،
ومصرح من وزارة الصحة وآمن تماما، وأنا كمان حط لك النهاردة علبة مالتي فيتامين كبسولات فيتامينات تساعد معك الذاكرة والمناعة والشعر والضوافر والجسم بشكل عام، ده غير ان الكورس اصلا بروتوكول علاجي، يعني مع التخسيس انت هتبدا تلاقي تحسن في الجسم كله، في الصحه بتاعه الجسم، هتلاقي الجسم بتاعك فاق ومعاك فريق طبي كمان كامل على اعلى مستوى هيكون متابع معاك. فاستاذ سمير الكورس بتاعنا لا يتعارض مع اي حاجه ولا يتعارض مع اي مشكله صحيه وما ياثرش كمان معاك على صحه الجسم بشكل عام. حلو قوي. يعني دكتوره احنا دلوقتي بنقول ان احنا اخذنا الكورس دلوقتي شهر واحد هينزل معانا خصم 50%. بالظبط. طيب لو اخذنا الشهرين معانا الثالث هديه. حلو قوي. جانب ان المتابعه مجانا، يعني الفريق الطبي معاكي مجانا من اول لحظه، جانب ان كمان الشحن مجانا، ده حلو جدا، يعني يعتبر زي ما انا دايما بقول وده شعاري في البرنامج ببلاش. اه بالظبط كده. الموضوع ما فيهوش تكلفه عاليه قوي ان احنا نبقى قلقانين ان احنا نتصل او نستفسر. اتصلي واستفسري وشوفي حالتك، اعرضيها على الدكتور وشوفي هيقول لك ايه. خدي فكره، عارفه فكره اللي خدي فكره واشتري بكره، دي دايما انا بحب اعملها لان دي بتفيدني. بالزبط. بتفيدني انا ممكن اخد معلومه انا ابقى مش عارفاها، ابقى متخوفه من حاجات معينه، الاقي نفسي لا ارتحت والدنيا تمام واخدت الكورس وبدات فيه والدنيا اتحسنت. بالظبط كده. وانا اصلا كمان شايفه ان فكره ان انا النهارده اخد كورس مصرح من وزاره الصحه نتيجته معايا مضمونه هيغنيني عن موضوع ان انا ابدا الجا لعمليه جراحيه عشان انزل الوزن، سواء بالون او تكميم او الكلام ده كله، هيغير حياتك كلها، هيغير شكل الجسم، هينزل الوزن اللي محمل معايا على المفاصل وعلى العظام، هيغير لك الحاله الصحيه. كورس واحد هيعمل لك كل ده ومصرح من وزاره الصحه. عايز اقول لك حتى لو ما عليهوش خصم فبجد دي فرصه لكل الناس، ومع ذلك النهارده في خصم 50% توصيل مجانا، ولو خدت كورسين عليهم الكورس الثالث كمان مجانا هديه. عايزين ننوه كمان على الصفحه يا دكتور عشان اللي حابب يطلب يبقى عارف من خلال الصفحه او من خلال الارقام الموجوده على الشاشه، ونقدر نسيب الحاله كامله على الواتساب، هيردوا عليكم ويقول لكم ان انتم حجزتوا الكورس عشان تلحقوا طبعا ان عرض ما يتفوتش، وتقدري تسيبي حالتك كامله هيردوا عليكي بمنتهى السهوله. بس كده يا دكتور، يعني عايزه اقول لك الموضوع سهل، سهل وبسيط جدا، بس المخاوف بتاعتهم انا ببقى عارفه هي جايه منين، من التجارب اللي احنا خضناها قبل كده او دخلناها قبل كده، وبنبقى مش تمام، مش احسن حاجه حصلت معانا، فبنبقى خايفين نخش تجربه تانية جديده. بس انا بقول لكم على ضمانتي ادخلوا الموضوع سهل جدا وبسيط، الموضوع مش محتاج عمليات، مش محتاج ان احنا نحرم نفسنا من اي حاجه يا دكتور. طبعا الموضوع سهل، وده وعد مننا ان احنا مفيش حرمان، مفيش دايت، الرياضه مهمه، لكن لو ما عنديش وقت او مش قادر او لو وزني كبير فالحركه بالنسبه لي صعبه، انا حاطه لك بديل الرياضه النهارده جوه الكورس بتاعنا اللي هي نقط الحرق، ده غير جوه الكبسول كمان في الكارانتين وكافيين وتوت بري، كل ده جوه الكورس النهارده عشان يسهل معاك تماما موضوع التخسيس. انا بشكرك جدا يا دكتور. الدكتوره مايا كانت معايا النهارده منوروني، وبكده خلصت حلقتنا. زي ما قلت لكم اتصلوا بسرعه خدوا العرض ما يتفوتش. عملنا مع بعض كيكه النسكافيه بطريقه حلوه قوي، حطينا شويه حاجات كده وزيناها، وكمان عملنا كيكه الرواني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.